السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا دلوقتي رايحين على عيادة الناظر علشان كارما، زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات هيشوف شعرها بقى والكلام ده، ودي اول زيارة لينا، فيا رب ان شاء الله كده تكون زيارة موفقة. اتصور لكم من قبلها و يعني هتجيبي وشي، ما تقدريش تجيبي وداني اهو. وشك اهو. السلام عليكم. جايبه وداني؟ طب انا هكلمكم بوداني، احنا متاخرين. احنا متاخرين، ميعادنا 2 والساعه دلوقتي 2 الا ربع، بس خلاص احنا دايما ونبقى هناك. قولي صباح الخير يا كوكي. جوجو مش شايفاكي، بس قولي ايه يا كوكي. خلاص ما بقتش تعمل بلالين في بقها وبتاكل. انا واخده بقى واخده للدكتور، واخده له الفيتامين اللي كارما بتاخده، واخده له اللي هو زيت الفلفل اللي هو اخر حاجه احنا كنا بنستخدمها وكان كويس. يعني انا شايفه، كنت شايفه نتائج كويسه. اعتقد ان هو هيقول لي لا وهكتب حاجات تانية، انتوا عارفين طبعا يعني دكاتره، فلكن لو قال لي تمام هتبقى حاجه غريبه وجديده. ما اعرفش بقى بصراحه الوضع هيبقى ايه، وما اعتقدش طبعا برضو ان الدكاتره الكبار دول بيكشفوا بنفسهم، بيبقى اعتقد عندهم فريق عمل هم بيثقوا فيه، الفريق ده هو اللي بيه يعني اعتقد زي ما احنا كنا يعني كان في كذا حد كده بيروح له برضو. لا ممكن بقى لا، ما الدكاتره ما بيسيبلهمش القرار، يعني هو بيكشف بيوفروا له بس الايه مرحله الكشف لكن هو برضو لا، في لحظات كده يعني فاكره في دكتور كده رحت له انا قبل كده، طالع لي من جوه، كان دكتور كبير برضه، قلت له حموت ولا ايه؟ كنت كان الدكتور اللي هو اللي تحت منه بيكشف عليا، وبعدين ايه تقريبا شاف حاجه كده غريبه ما حبش يقول لي، لقيت الدكتور الكبير طلع يكشف عليا، قلت بس اشهد ان لا اله الا الله. انا اتمنى والله ان الدكتور الكبير يجي يكشف بنفسه. هي دي حاجه خطيره اللي هو اللي ماسك يعني او اللي عامل الكلينك كلها فيها خطوره. ده يعني لا، انا اللي اعرفه ان هو الريبورت بيروح عليه، الريبورت بيروح عليه وبيشوف الحاله، لو هو شاف حاجه غريبه ممكن ايه يتدخل بنفسه يعني. بس يلا، انا مبسوطه قوي بالكومنتات اللي انتوا كتبتوها الفيديو اللي فات، كل الناس حطت عصاره خبرتها في الـ في الـ في الـ في العنايه بالشعر والزيوت بتاعت الانبات والتكثيف. مبسوطه قوي 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 بالكومنتات اللي انا كتبتها كلها في ورقه يعني. بس ف يلا تابعوا بقى الفيديو وخليكم معانا. احنا دلوقتي اهو يا جماعه في المفروض في شارع شهاب بنلف، بس مش عارفه فين المكان. ما انا بقول لمحمد اتصل اشوف فين. ايوه في الحته دي. وصلنا. وصلنا. كوكي جايبه وشها بس. دي اخت كوكي، ودي كوكي. لسه الدور جاي عليك يا جودي. بصوا يا جماعه، انا جبت العرايس دي ونلبسهم. حلو يا كوكي، حلو قوي. ما يا جماعه خلصنا الدكتور ونزلنا، ومحمد راح جاب لهم حاجات لذيذه كده. توتي وده فينا مرمت. بصوا هنا كل انواع الايس كريم. وريني يا جودي جبتي ايه؟ جبت الثمن ده كتفي. وريني. هو اكيد مش هذاك كتفي يعني. ده النوت بوك ده والحته الجميله دي 50 جنيه. عشان فيها دي يعني فزادت 50 جنيه سعرها. هتقعدي بقى تكتبي مذكراتك واحنا ايه نفتح ونشوفها. لا 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 يا كوكي قوي. لا 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 ما انت قلتي لي خلاص هتحطيها فين. اما انا هغير بقى. الله. خلصنا زيارة الدكتور، دلوقتي جينا هنا التمرين بتاع البنات. الملعب هنا اللي بيلعبوا فيه الصيانه، فبيلعبوهم بقى فيتنس وايه، يلفوا حوالين التراك واحنا قاعدين في النص ويقعدوا يلفوا حوالينا كده. المهم يا جماعه، نتيجه الايه الدكتور، بس ايه مش هوريكم الحاجه يعني، بس انا هقول لكم هو كتب ايه. تمام اهو. يعني ازاي يعني، ما انا ما كملتش 10 دقايق جوه مبدئيا، انا ما كملتش 10 دقايق جوه والله. هقول لكم كده بمنتهى الصراحه حصل ايه بالظبط، وهقول لكم على حاجات انا ما كنتش قايلاها قبل كده، ويعني هرغي معاكم. بس هي انا ما بسطتش، انا حسيت ان انا خدت مقلب. ما اقصدش ان الدكتور فيه حاجه،
انا ما اقصدش ان الدكتور في حاجه او الدكتور في اي مشكله، بس انا اقصد انا يعني عارفه بعلى كده في سقف طموحاتي وببقى مستنيه حاجه معينه تحصل في الزياره، فما بتحصلش الحاجه دي، فبحس ان انا ايه يعني دفعت 1500، دفع 1500 والله يا جماعه في الزياره دي. المهم بصوا بقى، صلوا على النبي. احنا المفروض انا ما كنتش قايله لكم قبل كده، هي كارما عندها الحته دي فيها اكزيما، حته صغننه قوي قوي قوي، احنا عرفناها من وهي عندها 4 سنين، حته صغننه قوي قوي في مقدمه الراس. مين اللي كان مشخصها؟ كانت متشخصه من وهي عندها 4 سنين، تمام، مع الدكتور بتاعها، دكتور بهجت مطوع. طبعا دكتور بهجت مطوع على فكره اكتبوا عنه على السيرش على جوجل هتلاقوه. يعني الدكتور ده يا جماعه دكتور من الدكاتره اللي انت تمشي وراه وانت كده مغميه عينك كده. الله يرحمه، توفى السنه دي تقريبا يعني او في السنه الدراسيه اللي فاتت. هو شخص كارما ازاي او فحصها ازاي؟ لما احنا جينا رحنا له لما كان عندها 4 سنين، لما يكون في مرض جلدي يعني حاجه بتطلع في الجلد، ياخدك الدكتور بيفحصك تحت كشاف واضاءه كبيره قوي كده وبيقعد يبص، هو كان راجل كبير في السن كده، قعد قال ايه بقى يا جماعه، بنتك عندها الحته دي كده في نقطه صغننه كده فيها اكزيما دهنيه، ممنوع تاكل حلويات اللي هي فيها سكر كتير ومواد حافظه الا ممكن نقول مره في الاسبوع، حط لي رولز كتير، حتى الفاكهه اللي هي المسكره قوي زي مثلا المانجا، زي المانجا برضو هت ايه هتحطيها رولز كده. المهم يا جماعه قال لي ايه كمان، قال لي ان هي مش بتروح، هي من خلال احنا لو هي اهتمينا بالحاجات اللي احنا قلناها دي، وهي على فكره برضو بتتاثر بالنرفزه وبالضغط النفسي والكلام ده اللي هي الاكزيما الدهنيه يعني، تمام. ايه الشطاره دي، لو عايزه تريحي قولي للكابتن هقعد اريح لازم شويه. لازم تنظمي نفسك يا كارما وانت بتجري عشان ما تتعبيش. بصي عماله تسبقهم وهي بتتعب في الاخر. بسم الله. بتتاثر برضو بالضغط، الضغط النفسي والكلام ده، تمام، مع الاكل يعني، حتى ممكن مثلا حتى بيقول لي مش بس السكريات، ممكن الحاجات اللي هي بتاعه السوبر ماركت اللي هي الشيبسيات واللي فيها مواد حافظه كتير والكلام ده كله برضو بتتاثر بيها. المفروض ما نسيبش الشعر يتراكم عليه دهون، هي عامه بشرتها دهنيه كلها، حتى هو قال لي انت بنتك بشرتها دهنيه، وقعد يشرح لي فهمني انا ومحمد لما رحنا الزياره، طلعت مستفاده جدا جدا وبقيت فاهمه بنتي وحاله بنتي وهتعامل ازاي واكلها ايه وابعد عن ايه وكل الكلام ده، تمام. اللي حصل ان هي محمد كان جايب حاجه للقشره كانت موصوفه له اسمه كريلا ونقط كده للقشره. المفروض الاكزيما دي بتكون نقطه قشره، انا ليه بفهمكم بس عشان اوصل معاكم الحاجه. فالمهم كارما وهي صغيره مسكت البتاع اللي هي بتاعه القشره دي وفضلت تنقط هنا كتير، هي كارما شقيه قوي. بعدها لقيت الحته دي بدات ايه الشعر كده يبقى خفيف هنا، فبقيت انا مش عارفه، قلت لا خلاص انا المفروض لما نويت بقى قلت ان انا يعني كل سنه اروح للدكتور بهجت يظبط لي كارما او كل كام سنه كده لما اتزنق يعني، اما احس ان انا محتاجه ان انا اروح للدكتور، فقلت هروح عشان موضوع ان الشعر من هنا. انا شكيت ان هي حطت من اللي هو الكريلا والحاجات بتاعه القشره، فيكون هو ده السبب اللي خلى شعرها من هنا يخف شويتين كده. وايه الاكزيما دي برضو نتابعها، المهم الدكتور الله يرحمه توفى. فانا بقى يا جماعه يعني عندي مشكله وازمه جدا في اختيار الدكتور، بخاف جدا 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 فوق ما تتخيلوا من اختيارات الدكتور، يعني انا اختار حد دكتوري اكمل معاه، يعني ما دكتور اطفال، دكتور نساء، دكتور جلديه، يعني اي دكتور. طبعا لو هخش عمليات او ولادي يخش عمليات ببقى خايفه بعد الشر يعني لا قدر الله من الاختيار ده. يعني ليه بقى؟ انا حصل لي مواقف فظيعه على مر حياتي مع الدكاتره، مع احترامي الكامل لكل الدكاتره، انا حصل لي حاجات كتير من ايام ما كنت في السعوديه ورجعت، وانا تعرضت لحاجات كتير ما كانتش كويسه، وما اتمناش ان حد يحصل له الحاجات دي، وما اتمناش ان طبعا بناتي يحصل لهم المواقف دي. المهم نرجع بقى للايه للدكتور بتاعنا.
اشهر دكتور في مصر قال لك فلان الفلاني. تمام، انا قلت لكم عليه اصلا يعني الفيديو اللي فات وانتوا شفتوه برضو اهو. تمام، المهم انا دخلت. هيكوك اقعدي بقى ريح خدي نفس. المهم فجودي فين؟ جودي لسه بتجري يا كارما؟ المهم ف اقعدي ريحي اقعدي. فالمهم ايه، انا دخلت للدكتور قلت له دلوقتي احنا كنا بنتابع مع دكتور فلان بهجة مطوع وكان مشخص بنتي بكذا كذا. اولا فحص البنت من غير اضاءة، يعني فحصها من غير اضاءة. انا فاكرة كويس قوي دكتور بهجة كان بيقول لي ان بيحصل تشابه كبير قوي ما بين الاكزيما ومش عارفة والصدفية والايه والحاجات كلهم شبه بعض، كله شبه بعض وبتفرق معرفش في لون القشرة والحاجات دي كلها وشكل معرفش يعني حاجات كده. طبعا انا مش دكتورة بس هو ساعتها دكتور بهجة قاعد يشرح لي. شكرا. هنا النهارده تقريبا مفيش تمارين بس بيعملوا صيانة. المهم يا جماعه، اول حاجه صراحه خلتني استغربت ان هو ما فحصهاش تحت الاضاءه العاليه، بيبقى في كشاف كبير قوي كده بيتحط. ده كان دكتور بهجت بينزل كشاف كده وحاطط هنا كمان حاجه بتنور اكتر عشان لما يقرب كده ويقعد يبص. فاولا ما كانش حاطط كشاف اصلا. تمام، دكتور بهجت مطوع قال ان بنتي عندها كذا في الحته اللي هي في مقدمه الراس دي. فراح قايل لي لا الاول قعد يسمعني. قلت له منعها مثلا من كذا وحط رولز معينه في اكلها وي واحنا مش ما بنعرفش قوي نلتزم بالرولز دي. انا بقى كنت مستنيه ايه، انا كنت مستنيه ان هو يفحصها كويس وان هو يفحص جسمها، لان حتى محمد قال لها ما تلبسيش لبس مكلكع عشان يعرف يشوف ان هي لو طلع في اي حته تانية في جسمك، ويشوف شعرها من هنا كارما صغيره ما بلغتش وصغنونه وممكن قوي ان هي شعرها اصلا ما كانش خفيف كده، كارما شعرها كان تقيل ودي حاجه لسه طارئه عليها. يكتب لي بقى زيوت طبيعيه زي ما انا كنت بشوفه ساعات يقعد يتكلم في الزيوت الطبيعيه. ما قالش حاجه خالص خالص. قال لي لا هو ممكن الاكزيما دي ما تبقاش اكزيما، تبقى حاجه تانية. وقال لي حاجه تانية. قلت له ازاي؟ هي مش طالعه في جسمها خالص. قال لي كويس، بس على العموم علاج الاكزيما وعلاج اللي انا قلت الحاجه التانية دي هي نفس العلاج. فانا طبعا كان ناقص بقى انه يكتب لي حاجه كيميكال عشان كنت فعلا كنت هقوم امشي يعني. فلقيته المهم راح قايل لي ايه، كتب لي على جل وقال لي لما تطلع. طب ساعات هي بتقوم مطلعه دم، فراح قايل لي فحط برده الجل. حطي برده الجل حتى لو طلعت دم، حتى لو عملت قشره يعني. وكتبها لي عند اللزوم. انا وريته فيتامينات، دكتور الاطفال كان قايل لي ماشي اوكي ان احنا ناخدها. فقال لي خلاص اوكي كملي عليها. وراح كتب لي على فيتامينات بيقول لي معرفش زي البونبوني. مع احترامي برضو انا قعدت كتير قوي كنت ماشي على الفيتامينات بتاعت البونبوني دي، ما كنتش بحس انها بتعمل اي مفعول مع بناتي، وكنت بجيب اغلى نوع ومستورد من العزبي. طب يعني انت ما قلتليش همشي هوقف الفيتامينات الاولانيه ولا هاخد البونبوني؟ ما قالش اي حاجه. وبعد كده راح كتب لي على بخاخ لشعر كارما من هنا، يعني اوعي يكون من اكسديل. فراح قال لي لا مش من اكسديل اكيد طبعا، هي صغيره ومش هكتب لها. شكرا الحمد لله. بخاخ قال لي ايه، ماشي يا كوك. قال لي هي إيه، كلها اعشاب طبيعيه وحاجات طبيعيه. دي ممكن ابقى اقول لكم على اسمها نوفا فانكس حاجه كده. بصوا اهي، يعني كلها حاجات طبيعية. بس طب استنوا الأول لما أتأكد إنها يعني، هو قال لي إنها حاجات طبيعية فإن شاء الله هي حاجات طبيعية. يعني أنا بديها، قلت له أنا بديها زيوت كذا وبديها، أنا اللي بتكلم وهو ساكت خالص. بديها زيوت كذا وزيوت كذا وزيوت كذا. ودلوقتي أنا ماشية على زيت الفلفل ووريته له، وقلت له كان في واحدة يوتيوبر وقلت له على اسمها، هي دكتورة أعشاب، هي كانت رشحتها وناس كتير قالوا لي عليها. فأنا جبته وحسيت إن هو كويس. أنا معرفش هو صادف مع ان بنتي ماشيه على المالتي فيتامين وبتيجي تمرين، فمثلا ده مع ده مع ده، ولا هو فعلا كويس. خليكي على زيت الفلفل كويس. خلصت الزياره.
بس خلصت الزياره على كده. ف وخلصت الزياره على كده مفيش اي جديد. يعني انا مثلا لا اتكلم معايا في اكل ولا اتكلم معايا مثلا في فتره العمر بتاعها، ان انا كارما دلوقتي هتتم 10 سنين، فممكن الفتره اللي جايه هتبقى احنا داخلين، احنا لسه صغيرين لسه ما بلغناش. بقول لكم ولا فحص جسمها زي ما محمد كان متوقع، ما فحصش جسمها مثلا عشان يشوف مثلا طلعت في حته تانية ولا بتاع، لا شعرها، لا ده شعرها مش هيتقل هيفضل كده. طب انت قلت كلام متناقض، انا قلت لك ان انت زيت الفلفل جاب مع، انا شايفاه ان هو جاب معاه نتيجه، وفي ناس ما كانوش شافوها في فتره الامتحانات من قرايب محمد، من قرايب عيله جوزي، لما شافوها مؤخرا قالوا لي الحته دي شكلها اختلف، ضاقت الكلام ده شكله اختلف. انا مش ساكته على فكره، انا على طول عماله اجيب حاجات من زيوت من الكويت واجيب هنا من مصر، ومهتمه كويس قوي على قد ما مهتمه. فانت منين قلت لي ان هي لا ده هي شعرها يعني خلاص هيفضل كده، وطبيعه شعرها ان هو مش هيتقل يعني من الحته دي، ومنين قلت لي اه لا زيت الفلفل فعلا بيساعد على الانبات وكملي عليه؟ ما خدتش اي استفاده. رحت قلت وقلت له ان انا جبت زيت روزماري من الكويت، وجبت زيت روزماري من هنا من مصر، والاثنين كانوا مختلفين، وما عرفتش اعمل التركيبه، ما افادنيش وما قاليش اعمل ايه. ودفعت 1500. بس انا ما بعيبش فيه، ما بقولش ان هو شخص، انا بس سقف طموحاتي كان اعلى من كده بكتير للزياره دي، بس بمنتهى الامانه يا جماعه، بمنتهى الامانه ده اللي حصل. بصوا يا جماعه، انا سبب ما انا عندي مشكله جسيمه مع الدكاتره، ومع احترامي يعني برضو لكل الدكاتره والله، ومحدش يزعل او يدخل يكتب حاجه في كومنتات او كده يعني. لا انا لما ماشي نعناع ماشي لما كنا في السعوديه انا كنت صغيره، كنت قبل ما اخلف جودي، فكان عندي يعني قعدت 3 شهور بيجيلي نزيف تمام، بس في وقت محدد من الشهر. فكنت بروح هناك، لما اجي اروح كنت صغيره بقى يعني بنت صغنونه كده، قبل ما اخلف جودي كنت صغيره حاجه و20. فكنت بروح المستشفى ادور فين الاستشاري، اهو ده استشاري، اقوم رايحه على طول ايه احجز عند الاستشاري الكبير وادخل علشان يشخصني كده مظبوط، وانا ما اعرفش حد، كنت هناك قاعدين لوحدينا هناك في السعوديه. المهم يا جماعه انا زي ما قلت لكم، بس عشان البتاع عمال يفصل كل شويه وارجع اشحن تاني، تشخيصي كان، انا كنت بتشخص من كل واحد كان بيشخصني شكل، وصلت في الاخر ان انا كنت بيحضروني للعمليه، وكان حتى يوم الثلاث، ده الكلام ده قبل ما احمل في جودي، تحضير عمليه يوم الثلاث يتعمل. شكرا، شكرا قوي، يتعمل كي العنق الرحم، يعني إيه انت عندك قرحه في عنق الرحم وهي اللي عامله كل ده وخلاص. فاللي هو انا يعني ساعتها بقى كنت بكلم ماما الله يرحمها، كانت موجوده هنا في مصر، واخواتي اللي هي اختي الكبيره سحر، فجت قالت لي بقول لك ايه، بطلي يعني انت عماله كل واحد يقول لك حاجه، انزلي مصر وتعالي روحي للدكتور احمد عارف. دكتور احمد عارف ده دكتور النساء بتاعنا، ده بقى من الدكاتره اللي انت بتروحي كده وانت مغمضه عينك يقول لك انت عندك كذا وهتعملي كذا، حاضر، وانت واثقه لكم ان تتخيلوا. طبعا انا كنت نازله على فكره والله العظيم مصر، نزلت يوم الاثنين، في يوم ما نزلت اخواتي جم خدوني من المطار، ومحمد فضل في السعوديه، رحت على العياده، كان طبعا منتظرني، طلع عندي زوايد لحميه في بطانه الرحم، بايه يعني، هو شاف بجهاز سونار بسيط، جهاز من غير بقى الاجهزه الكبيره وبتاع، بس دي زوايد لحميه في بطانه الرحم، عامله سماكه في بطانه الرحم، هنعمل عمليه، هننظف الكلام ده، هينزل ويتحط في ازازه ويتحلل ونشوف ده وحش ولا مش وحش. طبعا كنت بعيط وكنت خايفه لا يكون عندي حاجه وحشه، قال لي بلاش عبط يعني، من ايه، من النادر ان هو يجي في السن الصغير الحاجات اللي هي الوحشه الثانيه دي. دي كانت تجربة من ضمن التجارب اللي انا ايه امنت بيها، ان دكتور النساء لازم يكون دكتور معين، هو ده اللي انا همشي وراه، انا مش هقعد اجرب في نفسي وامشي ورا ان انا حد، ده حد مشهور، او ده حد استشاري كبير، او ده حد مكتوب،
مانشيت ولا لازم انا اكون حد انا بثق فيه، دي دماغي، حد انا بثق فيه مثلا جرب الدكتور ده ومثلا وتعالجت مثلا من حاجه جامده خلاص تمام انا همشي وراه. وانا ما بعيبش والله العظيم في الدكتور اللي انا روحت له، بس انا ما مش هو ده اللي انا كنت مستنياه. نيجي بقى على جودي بنتي. جودي عندها حساسيه على صدرها، برضه هقول لكم على المواقف اللي حصلت. جودي عندها حساسيه على صدرها، كانت بتخليني وهي صغيره ان انا كل شتاء يجي دور برد، بدايه الشتاء دور البرد يبقى اخر كحه، الكحه ندخل في دور حساسيه جديده افضل اعالج فيها اقل حاجه شهر واخش في شهرين. وطبعا انا بتالم وعيلتي كلها بتتالم، ماما الله يرحمها واخواتي، ها جودي بقت عامله ايه، جودي ماشيه ببخاخه. الموضوع كان كنت بتعذب يعني كنت بتعذب. المهم انا اختي الكبيره ولادها كبار، انتوا كنتوا شفتوا ابنها اللي هو الكبير عمر، فانا برضو فهمت خدت خبره ان الدكاتره اللي هم يعني مثلا دكتور انف واذن للكبار ما بروحش انف واذن هو للصغيرين. يعني كارما جودي ساعتها كانت صغيره قوي، امراض صدريه صغيرين، يعني امراض صدريه اطفال، حتى بتختلف بقى يقعد مثلا يركز في الجرعه ويركز يعني ما اعرفش، بس هو ده اللي حصل. لان انا جودي خدت مني رقات، تفكرين في مره لما انا كنت طلعت لكم من سعاد كفافي، كان مره من ضمن المرات اللي انا كنت بتمرمط فيها بجودي، بس بقيت انا اتمرمط مع بنتي كده اللي هو مثلا سنه وريح سنتين مش كل سنه. بس انا عايزه اقول لكم على المره دي، فجينا بقى احنا كل دخلت شتاء اختي الكبيره سحر تبقى شايله همي جدا وتقعد تقول لي روحي اديها تطعيم انفلونزا، يعني بتبقى خايفه بتبقى فاهمه بتبقى متالمه جدا وشايله هم بنتي زي بالظبط. هي اولادها كبروا خلاص ما شاء الله، واحد هما الاثنين مسافرين بره مصر يعني بيشتغلوا بره. فالمهم جت قالت لي بصي يا ساره في دكتور انف واذن استشاري كبير في شارع الطيران. قلت لها بس هي جودي مش تعبانه دلوقتي، كنا لسه يعني داخلين على الشتاء. قالت لي خديها بس هيكتب لها مثلا فيتامينات معينه، هيعمل يقول لك تعملي ايه بتاع. هي ما عندهاش اطفال، بس هي مثلا جربته على نفسها او جربته على يعني كده. فمن كتر ما قعدت تقول لي روحي فروحت واخده جودي ورحت. كانت جودي بدا زورها يوجعها حاجه بسيطه كده اللي هو التهاب بسيط اللي ما سخنتش ولا اي حاجه. المهم انا اتفاجئت ان هو كتب لها على ادويه معينه كلها كورتيزون وكده. فخلاص ماشي يعني انا وثقت فهمش. فكان هي بقى التهاب اللي في حلقها بدا يزيد شويه، وما كانش المفروض انها تاخد الايه الادويه دي. بدات لقيت درجه الحراره بتعلى وبتعدي 41 وحاجات كده. وانا بقى ايه انا قلت لا هو الراجل ده انا يعني خلاص انا ماشي وراه وكده. اتصلت بالعزبي بالاستشارات، العزبي على فكره انت بتقولي دوسي كذا الاستشارات الطبيه، العزبي صيدليه العزبي ليها استشارات. فانا بقول له انا بنتي كانت الساعه 2 بالليل بنتي درجه الحراره كذا وما بتنزلش خالص، ولا راضيه تنزل مثلا بتحاميل ولا تنزل باي حاجه، وهي بتاخد كذا وكذا وكذا. قال لي لا معلش يعني حضرتك رجعي للدكتور بتاعها لان انا متاكد ان هو هيوقف لك الادويه دي. فقلت له يعني حضرتك شاكك الادويه دي هي دي اللي عامله فيها كده؟ قال لي تقريبا بنسبه كبيره اه. اتصلت على الدكتور، قعدت اتصل مع ان كان الدنيا متاخر. قلت له يا دكتور دلوقتي جودي بنتي حصل لها كذا والحراره عاليه جدا وما بتنزلش معديه 41، ودي الادويه اللي انا ماشيه عليها من حضرتك قلت عليها. قال لي وقفي الادويه دي كلها. رحت موقفه الادويه دي كلها، اقسم بالله يا جماعه ده اللي حصل. بس بقى هي كانت لسه تعبانه، رحت واخده بنتي من ايديها تاني يوم ونزلت رحت على شارع الهرم، عياده كبيره مكتوب عليها استشاري كبير قوي، ورحت واخده بنتي ورحت طالعه بيها. قال لي عندها دور التهاب شديد قوي قوي، وراح كاتب لها على 10 حقن. انا عندي عقده والله العظيم يا جماعه انا معقده. كتب لها على 10 حقن، انا اديت لبنتي حقنه اولى، الحقنه الثانيه راحت وقعت مني، كنت واقفه في المطبخ لقيتها بتقع مني، تقول لي يا ماما مش عارفه اقف. بس فكان في بقى دكتوره اقعدي ريحي. كان في دكتوره كان ليا واحده صاحبتي اسمها مروه ربنا يوسع يعني يمسيها بالخير، كانت بتقولي ان في دكتوره اسمها دكتوره صافي،
هي مشهورة جدا على فكرة يا جماعة. هي على فكرة يعني لما انا كنت روحت لها كانت اخصائية ما كانتش استشاري. قالت لي يا سارة خدي جودي وروحي. هي امراض صدرية اطفال. الدكتورة دي مشيت وسابت مصر على فكرة يا جماعة، مش موجودة هنا. المهم فانا من كتر ما هي كانت بتشوفني وانا تعبانة، هي طبعا هي صاحبتي قوي، فكانت يا بنتي روحي الدكتورة صافي، يا بنتي روحي الدكتورة صافي، يا سارة روحي الدكتورة صافي. فمن كتر ما انا بقى بقيت قللت الحيلة ومش عارفة اعمل ايه، رحت واخدة جودي وراح على دكتورة صافي. رحت، فالمهم شافت جودي قالت لي حد ياخد ادوية فيها كورتيزون، وهي مش عارفة قالت لي بكتيريا ولا كان في ايه عندها ولا ميكروب ولا ايه. فقالت لي ده الدنيا شعشعت عندها من ادوية اللي كان فيها الكورتيزون، مفهوم ما كانتش تاخدها. وراحت كتبالي بقى على علاج معين بنتي تمشي عليه كده. وبعد ما خلصت العلاج راح كتبالي، طبعا حصل لها دروب مناعي. قالت لي جودي دلوقتي عندها دروب مناعي، كانت هي ساعتها جودي كانت في رابعه ابتدائي. قالت لي بنتك عندها دروب مناعي، فمحتاجين نعمل كورس رفع مناعه. وراحت عملت لها كورس 3 شهور رفع مناعه، حاجات مختلفه بقى، في حاجات اخلصها بعد اسبوعين، حاجات تقعد معاها شهر بس. فانا بقول لكم انا عندي عقد نفسيه والله العظيم يا جماعه، عندي عقد نفسيه فظيعه. ودلوقتي انا عندي بدور على دكتور جلديه كويس اتابع معاه الكارما بس. فاللي وصل لغايه هنا يا رب يكون عاش معايا كده التجربه من خلال ما انا بحكي وبس. واسفه ان انا طولت عليكم، واسفه ان انا لو كان في اي طاقه سلبيه ولا حاجه. لا احنا كويسين، بصوا قاعدين في النادي ونشرب عصير والدنيا حلوه الحمد لله. هو الدكتور ما اذنيش في حاجه، ما اذنيش في اي حاجه، بس انا حاسه ان انا ما استفدتش. بس اشوفكم على خير. بصوا يا جماعه القطه دي قد ايه، ده احنا ده القطط خربشة، عشان كده احنا حطيناها هنا عشان ما تتخربش. يعني ايه لوحي يا بنت لذينة. ازيك يا جوجو؟ استعدي يا جوجو عشان في حلقة كاملة هعملها معاكي. بص بص فرحانة ازاي. عن ايه؟ هتبقى مفاجأة يا جودي. ممكن ولا مش ممكن؟ عن ايه؟ اكل وقف بزوني. تقولي الاكل وقف بزوني. عن ايه؟ يا ويلك من كاميرا سارة. شفتي بقى المسألة المعنى ده؟ هتسيبيني اكل بحالهم. هنحضر حلقة كده جميلة. افتكرتك هنحضر عصير. وهتبقي معايا فيها لوحدك يا جودي. لوحدك، عشان بحس ان انتي مش عايزة تصوري. قدري. ماما قدري. هتجيب ايس كريم تاني وخلاص. هجيب لك ايس كريم يعني تصوري معايا حلقه لوحدك؟ خلاص اتفقنا، اوعي ترجعي في كلامك. بس ايس كريم بجد. هو ده مش كانش بجد؟ ايس كريم كرنفاليتا كده.